بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، مرحبا بأصدقائي الأعزاء في درس جديد لمكون الرياضيات للمستوى الثاني تحت عنوان حل مسائل مرتبطة بقياس الزمن والأطوال والكتل، وسأقوم بفيديو آخر لمعرفة كيف نحول الزمن والأطوال والكتل وكذلك وحداتهم وطريقة التحويل. إذن نبدأ أولا بالحساب الذهني. إذن أصدقائي، لنأخذ الدفاتر أو الألواح وننجز ما يلي. لدينا في هذه البطاقة رقم أو عفوا عدد 13. إذن من يعطيني رقمين أو بالأحرى عددين إذا قمنا بجمعهما نحصل على العدد 13؟ نعم، إذا نأخذ مثال 9 زائد 4. إذا 9 زائد 4 تساوي 13. إذا في دفاتركم نكتب جميع الأعداد من 0 إلى 10 التي إذا قمنا بجمعها نحصل على العدد 13. نأخذ عدد ثاني وهو 14. إذا كمثال هو 8 زائد 6 نحصل على 14. إذا أصدقائي الأعزاء، ستقومون بكتابة الأعداد التي إذا قمنا بجمعها نحصل على 13، والأعداد التي إذا قمنا بجمعها نحصل على 14، وترسلوها لي عن طريق تطبيق الواتساب. نمر الآن إلى درسنا وهو حل مسائل مرتبطة بقياس الزمن، أي بمعنى أننا سنحل مسائل ما يتعلق بالكتل وما يتعلق بالزمن وما يتعلق ب الأطوال. إذا قلت الكتل فأنا أتحدث عن ماذا؟ فأنا أتحدث عن الكيلوغرام وعن الجرام. وإذا قلت عن الأطوال فأنا أتحدث عن المتر والديسيمتر والسنتيمتر. وإذا قلت أتحدث عن الزمن فأنا أتحدث عن الساعات والدقائق. إذا أصدقائي، كما تلاحظون أحسب كتلة كل حيوان. لدينا مجموع هذه الحيوانات هو 120 كيلوغرام، لكن إذا أخذنا، إذن كما قلت لدينا الخروف وأنثى الخروف التي الناجة وكذلك الحمل، مجموعهم 120 كيلوغرام، لكن إذا أخذنا الحمل والناجة فهي وزنها 70 كيلوغرام مجموع الاثنين، ولدينا الخروف مع الناجة هو 90 كيلوغرام. لاحظوا معي، إذا أردنا معرفة وزن الحمل، قلت لدينا، سأقوم بتدريج ما أقوله لكي تفهمونني. إذا لدينا من اللي هما عندي بثلاثة، عندي الخروف والناجة والحمل، عندي بثلاثة بيساوي 120 كيلوغرام، وعندي الخروف والناجة، يعني هادو بجوج عندي هو 90 كيلوغرام. إذا هما بثلاثة 120 وهادو بجوج 90. إذا شنو العملية اللي ممكن ندير باش نحصل على الوزن ديال الحمل؟ هي 120، هادو هما بثلاثة وغادي نقص منهم هادو بجوج، غيبقى ليا هذا. فحالة بغيت الناجة غادي نجمع هاد 120 اللي هما بثلاثة ونقص منهم هادو بجوج. بغيت الخروف غنجمع هادو بثلاثة اللي هي 120 ونقص منهم الحمل والناجة. مفاهمين؟ إذا قلت إذا أردت الحصول على وزن الحمل، لدي وزن الخروف والناجة والحمل اللي هو 120، سأقوم بطرح ماذا؟ طرح الناجة والخروف لكي أحصل على الحمل. إذا سأقوم العملية التي سوف أنجز هي 120 ناقص 90، 120 ناقص 90، يعني هادو كاملين ناقص 90 تساوي 30. إذا سأكتب هنا، لأن 120 ناقص 90 تساوي 30، إذا سأكتب هنا وزن الحمل هو 30 كيلوغرام. سأخذ الآن كيف سأحصل على الناجة. لا يمكن أن أحصل على الناجة قبل أن أحسب الخروف. صافي، فاهمين؟
اذا نحسبوا الاول الاول الخروف، علاش؟ لان عندنا هما مجموعين كما قلت، وعندنا الحمل مع ماذا؟ مع النعجة. اذا ملي غنشد هادو هما مجموعين وغنقص منهم هادو بجوج غيبقى ليا الخروف. اذا العملية اللي غنجز هي 120 ناقص 70 تساوي 50. اذا 120 اللي هما مجموعين ناقص 70 ديال هادو بجوج ديال هذا وهذا، غادي نحصل على الخروف اللي يبقى وهو 50. اذا 50 كيلوغرام، واكتب 50 كيلوغرام هنا. غيبقى ليا النعجة. كيف احسب النعجة؟ طريقة سهلة. اذا عندي هما مجموعين دائما اللي هي 120، وغنقص منها الوزن ديال الحمل والوزن ديال الخروف، وساكتب 120 ناقص 30 اللي هي ديال الحمل وناقص 50 اللي هي ديال الخروف، غتبقى ليا 40 اللي هي ديال النعجة، واكتب 40 كيلوغرام. اقرأ البرنامج واجيب. لدينا برنامج القناة الاولى، الفيلم الوثائقي معاش غادي يبدا، مع ثانية تماما، لاحظوا معي ثانية تماما، جوج قد قد. اما المسلسل معاش غيبدا ليا المسلسل، مع الثالثة والنصف، الثالثة والنصف، ثلاثة ونصف. علاش ثلاثة ونصف؟ لان عندنا العقرب الصغير بين الثالثة والرابعة، اذا ما كنقولوش الرابعة ونصف بل ثلاثة ونص. ولدينا التقرير، لدينا التقرير معاش غادي يكون مع الرابعة تماما، يعني الرابعة قد قد تماما، هي ملي كيكون هذا العقرب الكبير عند الثانية عشر. اذا الرابعة تماما او الرابعة قد قد. اذا سوف نقوم بتحليل هاد الساعات. اذا متى يبدأ الفيلم الوثائقي؟ متى يبدأ الفيلم الوثائقي؟ او مكتوب عندنا، قلت مع الثانية تماما، اذا وساكتب بالساعة الرقمية اللي هي 02:00. متى يبدأ التقرير؟ ها هو التقرير. اذا ما شا يبدأ مع الرابعة تماما، واكتب 04:00، هذه كتسميو الساعة الرقمية، وهذه الساعة بالعقارب. اذا ما هي المدة التي يستغرقها المسلسل؟ سنعود. المسلسل قلت سوف يبدأ مع الثالثة والنصف، ها هو المسلسل بدأ مع الثلاثة ونصف، والتقرير تبعو مع الرابعة، يعني شحال المدة ديال المسلسل؟ اذا المسلسل بقى بادي من هنا حتى لهنا، سأعيد الشرح. اذا المسلسل غيبقى بادي من ثلاثة ونصف، هادشي كامل كان فيه المسلسل حتى لهنا، ملي وصلت قد قد الرابعة قد قد بدا ليا التقرير. اذا هنا شحال مر ديال الوقت؟ نعم، كم مر؟ ما هي المدة التي يستغرقها المسلسل؟ هي هذه. اذا كم مر؟ 30 دقيقة، 30 دقيقة، واكتب 30 دقيقة. نمر الى التمرين الموالي. احسب المدة التي تستغرقها حصة المسرح. لدينا تبدأ حصة المسرح على الساعة 9:15، بمعنى 9:15، وتنتهي على الساعة هنا، هاي الساعة اللي غينسالي فيها المسرح، اللي هي 10:30، بمعنى 10:30 غيسالي غتسالي ليا حصة المسرح. معاش بدا مع 9:15، هاي بدا مع 9:15 وسالى مع 10:30. اذا شنو هي المدة اللي دار او اللي كانت في هذه حصة المسرح؟ اذا عندنا 9:15 معاش بدا، اذا لاحظوا معي سأعيد الشرح بقلم. بدا هاو بدا مع 9:15، اذا هذه المدة هذه كلها هو وصل هنا 9:30، باقي بادية لي حصة المسرح. غادي داير ملي غدور الساعة كاملة غتوصل هنا شحال تكون؟ 10 قد ياك، وكملت باقي بدلية المسرح، غندورو غنوصلو هنا، وصلت 10:30، هاهي 10:30،
هادشي كامل كان بادي فيه المسرح. اذا شحال داز ديال الوقت؟ ساعه. عندنا لا خدينا من 9:30 حتى ل 10:30 هي ساعه، وعندنا هذا الربع هي ساعه و15 دقيقه، اذا ساعه و15 دقيقه. نمر الى ثانيا، ما هي كتله البطاطس التي سيحصل عليها في الدفعه المتبقيه؟ حصل على دفعة أولى تتكون من 25 صندوق، لدينا 25 صندوق، كتلة كل صندوق هي 20 كيلوغرام، كل صندوق فيه 20 كيلوغرام. طلب بائع خضر بالجملة 950 كيلوغرام من البطاطس، إذا شحال كتلة البطاطس التي سوف يحصل عليها في الدفعة المتبقية؟ الدفعة الأولى شنو كانت؟ ها هي الدفعة الأولى، هي هذه الدفعة الأولى تتكون من 25 صندوق، كتلة كل صندوق هي 20 كيلوغرام. اذا كم هي الكتله ديال 25 صندوق؟ انتبهوا معي، حصل على دفعه اولى تتكون من 25 صندوقا، اذا عندي 25 صندوق، كل صندوق فيه 20 كيلوغرام. احنا دابا عارفين غير كل صندوق فيه 20 كيلوغرام، ولكن 25 صندوق كاملين شحال فيه ديال الوزن؟ شنو العملية اللي غنديرو؟ هي 25 في 20، إذا عندنا 25 في 20 هي 500. هاد 500 هي الوزن، 500 كيلوغرام هو وزن الصناديق كاملين. إذا طلبة غنضيفو لهنا هاد 500، غنضيفو ليها كيلوغرام باش ما ننساوهاش. إذا ولدينا طلب بائع الخضر في الجولة الثانية شحال طلب؟ كان طلب كل شيء 59 كيلوغرام من البطاطس. إذا الدفعة المتبقية شحال فيها؟ غنشدو هاد الجملة كاملة اللي خدا، دابا مثلا خدا الدفعة الأولى وخدا الدفعة الثانية. الدفعة الأولى خدا فيها 25 20 كيلوغرام من الصندوق، والثانية مازال ما عرفناش. اذا باش غنعرفوا الدفعه الثانيه غناخذوا هاد 950 كيلوغرام وغنقصوا منها 500 ديال الوزن ديال 25 صندوق في الدفعه الاولى باش تحصلوا على الثانيه. اذا 950 ناقص 500 تساوي 54 كيلوغرام. اذا هاد 54 هي كيلوغرام ديال، هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. كتلة البطاطس التي سوف يحصل عليها في الدفعة المتبقية هي 450 كيلوغرام. ونضيف متر. إذا شكرا على حسن المتابعة، ولا تنسوا وضع سبسكرايب لايك اند شير لكي يصلكم جديد الدروس، وإلى اللقاء.